مباشرة نستهلها بالخبر المهم يتعلق بإعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس. اليوم قامت بتعيين يحيى السنوار خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية. لك الكلمة سيد عادل. شكرا سيد حسين. فعلا قبل ما نتفاعل مع الخبر، أولا تحية نضال وتحية صمود لأهلنا في غزة، لشعبنا في غزة وللمقاومة في غزة كذلك، والمعركة واحدة، تحية نضال وصمود لمعتقلينا في السجون التونسية معتقلي سلطة الانقلاب. فعلا الحقيقة معنى هذا يحيلنا إلى الكذبة الكبرى، التطبيع خيانة عظمى، والغدرة التي أكلناها، والكذبة الكبرى. كنا نظن أن السيد قيس سعيد بمعناها بهذا العنوان الكبير أنه من مناصري الحق الفلسطيني وأنه من مناصري الشعب الفلسطيني، ولكن ليست هذه الأولى، وسأأتي على تعليق. لقد زار سامي أبو زهرة تونس ولم يستقبله السيد قيس سعيد، لقد زار وفد من المقاومة في هذه السنة أيضا وقام بزيارة ويعني ندوات ولقاءات مع الأحزاب ومع المجتمع المدني ولم يستقبلهم السيد قيس سعيد. وأيضا تحية إلى الشهيد القائد إسماعيل هنية، يستشهد الشهيد ولم نرى لا همسا ولا لمسا، لا تعزية ولا رسالة. ولكن وزارة الخارجية التونسية نعت إسماعيل هنية، يعني بشكل محتشم، ويريت ما تكلم، يعني فهمت، لأنه الأصل في الشيء إذا أنت متصدر الدفاع عن الحق الفلسطيني وأنه وصلت إلى قرطاج بشعار كبير التطبيع خيانة عظمى وأنك مناصر القضية الفلسطينية، فالأصل في الشيء هذا الشعار لابد أن نراه في الواقع وأن نراه على الأقل معناها يعني الحد الأدنى. بالنسبة للقائد الجديد سنوار، هذا دليل على أنه المقاومة متجددة وأنه يذهب قائد ويأتي قائد، وهذا يعني دليل على أنه المقاومة مستمرة في المطالبة بالحق الفلسطيني وتحرير بلدها، ويعني تتداول القيادة وتتداول المناصب، ولكن البوصلة واحدة، والبوصلة في اتجاه تحرير فلسطين وتحرير آخر أرض محتلة في العالم. نعم سعد باقي، نذكر اليوم أنه حاصية العدوان على غزة بالأرقام 3471 مجزرة وقرابة 40,000 شهيد و10,000 مفقود بعد أكثر من 300 تقريبا و10 يوم على انتفاضة الأقصى. لك الكلمة سيد الباقي. شكرا. هذا هولوكوست حقيقي يمارس في حق أخواننا في غزة، والشعب الفلسطيني وأهل غزة يتعرضون لإبادة شعبا وقيادات. بهذه المناسبة نحب نترحم على الشهيد إسماعيل هنية، الرجل السياسي الذي يتفاوضون معه، ومن شيمهم أو من عبر التاريخ علمونا أن أجدادنا أن هؤلاء هم غدارون يغدرون، أنهم نعم. يعني رجل يتفاوضون معه لإطلاق سراح سجناء الفلسطينيين وإيقاف الحرب، ثم إطلاق الأسرى اللي يعني وقع أسرهم في قبل في 7 أكتوبر، يعني بكل خساسة يذهبون ويعتدون على دولة أخرى ويقتلونه بشكل، خاصة أنه سياسي وليس عسكري. نعم. وهذا يعني وهذا غدر يعني يدل
على طبيعة هؤلاء. نتمنى أنه الدم اللي ساله كله سيزهر يوما، وبإذن الله سيزهر. والآن المقاومة لم تعد في غزة وحدها، أصبحت في الضفة، أصبحت في كل الوطن العربي تقريبا، خاصة بلدان الطوق، وهذا عامل إيجابي. وبإذن الله يعني ستمتد وحدة الساحات، وهي ستزهر على كل المنطقة بإذن الله. نعم، تعيين السنوار صدق الشهيد في آخر محادثة.